ابو حمود كرياري الخريج ينكو تتاين داقر كد لعفرين جيري ستيو سيري كانية بريبازن بي اخلاقي ودوري ترزين مروفاهية وكي كشتن رباندن كي كرتنا كسين كو تبلي كومي وان نابن بي اخلاقية وان جهش تيا خطا سور ونا قانون ونا قرال مافن مروفان قبول دكا ولغوري داقيانين اساسيين دادگهن مافن مروفا ونا دادگهن نابن تاوي وكي پيمانا لهاي هزار نهسد وحب كجنب ودزدريجايا سر مريان لا شوان وكورستانا دي جيبان قانون آيا جزائي گران لغوري بان كرياران هيا سر بي اساسي بان قامة وكي مجلس آشنة جنيا مالبات شهيدان خون قراستار و اف سازيين ما في مروبان سازيين نابن تاوي بأركا خورابن بي كرياري قريش بي دوزا خور دي شهيدان خورا حتى داوية حتى رزقير كرنا حمو آخر آخي بدن مدسا جنيا مالبات شهيدانا حسكي حجدي ماها دوازداد حزار بيسو ددو بمرداغل كريب بجي بالخدانا كر اياد الى رأي العام رغم كل الانتهاكات التي يقوم بها المرتزقة اللاوطنيين في المناطق المحتلة من قبلهم اصبحت انتهاكاتها تتخطى الاعراف والقوانين الدولية وحقوق الانسان من خطف واسر وانتهاك للاعراض وقتل وتنكيل وقطع الاشجار واخرها كانت انتهاكاتهم وتمديد بجثة الشهداء في سريكانية حيث جعلوا من مزار الشهداء هناك ساحات للتدريب وسواها بالارض وعلما بان القاعدة 113 من بيان قانون الدولي الانساني واتفاقية لاهاي 1907 واتفاق جنيف وبروكلاتها الإضافية والتي اعتبرتها الاعتداء على الموتى والتمديد بجثتهم جريمة اعتداء على كرامة الإنسان ويعاقب عليها النظام الأساسي لمحكمة الجنائيات الدولية. فنحن كمجلس عوائل الشهداء وكونغرستار نندد وبشدة هذه الممارسات المنافقية اللا أخلاق والبعيدة عن الإنسانية ونناشد المنظمات الحقوقية والقانون الدولي بالتدخل ليوقف تلك الانتهاكات التي تحصل أمام ناظر العالم وتلك المنظمات ومن ضمنها الضامنين الروس والأمريكان حيث يناشدون تلك الممارسات وتحصل أمام أناظرهم دون أي تدخل أو تنديد. لذا فصمتهم يعطي للمرتزقة المتوحشون الشرعية بفعل تلك الأعمال الإجرامية بحق الأحياء وقبور الشهداء في سريكانية. فشهدائنا هم قيم ثورتنا وقدسيتها وهم من ضحوا بأنفسهم لتحرير الأرض من دنس الأعداء والمحتلين ونعاهد شهدائنا بأننا نناضل حتى الرمق الأخير لحماية مقدساتنا وأرضنا وعرضنا. 28/12/2022 مجلس عوائل الشهداء وكونغرستار في الحسكة. شهيد نامرد شهيد نامرد شهيد نامرد.